يسعد اوقاتكم عن جديد. افكار ما بتخلص للهاند ميد، وكل حدا بيتميز بطريقه وباسلوب وبلمسته الخاصه المميزه يلي ممكن يصنع منا قطعه مثل ما هو بحب وبيرضى عنا بالنتيجه. اليوم حبينا نشوف سوا كيف ممكن كل الصبايا يصنعوا قطعه من الاكسسوار المميز، وشو هي موضه اكسسوارات الصيف لهي السنه مع دلع تركماني يلي صارت موجوده مع آية على الطاوله. صباح الخير دلع، اهلا وسهلا فيكي. صباح النور، يسعد صباحك. صباحك دلع، اهلا وسهلا فيكي معنا. بدنا نستغل هيك الوقت معك ومع مشاهدينا لحتى نتعرف على الكثير من القطع. دائما اكيد بكل موسم لازم يكون في هيك شيء جديد. هلا نحن جايين على ربيع، جايين على الصيف كمان شويتين يعني، فاكيد صار في هيك يمكن افكار جديده بلشتوا طبقوها لهذا للوقت اللي احنا جايين له. فخبرينا شو حنلاقي، شو الخيطان اللي عم تستعملوها، شو في شيء جديد حيكون؟ هلا اكيد هو كل موسم له اكسسواراته وكذا. اكيد هلا بالصيف بيكون احلى الاكسسوارات، ببينوا اكثر انه لبس الشتاء بيكون ما كله مخفي تمام، كله بيتخبى. فاكثر شيء صاير هلا عم يستعملوه بالصيف مثل هيك الاكسسوارات اللي هي بتكون خيط مطاط. تمام، هن هيك كثير عمليين، بنشوفهم مع بعض. اوكي، الخيط المطاط كثير عملي، مريح باللبس، انت فيك تلبسيه على اي شيء بدك اياه، بيروح مع كل شيء. هو هذا الخيط درج كثير اصلا يعني من السنه الماضيه فعلا، صيف شتاء، حتى بالصيف بالشتويه كنا عم نشوف لسه ضل موجود حتى بالوانه يعني. ف هي كمان واحده من الافكار. عم نشوف كمان هدول الاساور دلع، احكي لنا اكثر شو مثل هيك الجنز، ما بعرف بتسميهم جنزير، جنزير مثلا. صح، هدول كمان كثير فكره حلوه مع الاسم، كأنه مع الاسم. أوكي، تعملي اسمك او فيكي حرف او شيء. تمام، هي مع اسمي انا. تمام، كمان كثير حلوه يعني، حلوه هيك انك تحطي شيء يعني مثل هيك. اوكي، كمان هي كمان عندنا فكره كمان ممكن لاحظها هيك تكون موجوده بشكل كمان، وعم نشوف الالوان اصلا يعني عم تكون كمان تمام هن مشكله. الحلو فيهم انه انت فيك تحطي اي لون بدك اياه مع لبسك مع كذا يعني. تمام، والسلاسل الطبقتين كمان مثل ما عم طبعا نشوف. هذا أكيد النموذج اللي انا حخربه. لا اوكي، كمان عم بيكون الجنزير العريض، الاطواق الجنزير كثير درجوا. اذا بتلاحظي كل الصبايا بتلاقيهم عم يحطوا منهم حتى بالشتويه يعني مثل هيك. صح، مع انه الاكسسوار بالشتويه بيتخبى. صح، بس يعني بتلاقيهم عم يحطوا ما شاء الله، يبسي كثير حلو. وهذا كمان كثير فيكي تعملي كذا طاق هيك يعني كثير حلو. اوكي، هدول تعليقات للموبايل كمان. صح، اكسسوارات للموبايل. اذا بتتذكر هنا كثير قدما وهلا رجعت موضوعهم مثل ما كل شيء يعني، كل شيء قديم ترجع موضوعهم. كان هيك غريب اول شيء انه رجعت، بعدين لا حسينا هيك انه كنا نحطهم على الموبايلات القديمه الصغيره وهلا رجعت موضوعهم. بتلاقي كثير الصبايا عم يزينوا موبايلاتهم فيهم يعني. يعني بدي هيك استغل الوقت نشوفهم مع بعض الالوان. في الوان اكثر من غيرها رح تكون دارجه معنا. اوكي، هي عندنا كمان خيارات ثانيه، هذا الزهر، كلهم هدول مطاط كثير عمليين ومريحين عن جد. ايه، هي هذا النوع عن جد من المطاط خدم كثير عالم اكيد. وعمليا يعني انت فيكي تبليه بالمي ما بتخافي يروح لونه وكذا وهيك للشغل للجامعه. اوكي، هذا يعني غير هذا المطاط نوع اكيد تاني. هاد مطاط بيجي يعني ذهبي او فضي، هذا لا هذا بس للتشكيهم فيه، اما هذا هيك حتى عنا يمكن اخيرا يعني هيك فكره يمكن الخواتم كمان عم بتكون دارجه. خواتم هدول ما بعرف بنسميهم الجنازير او هيك جنزير وسلسله، فكمان دارج كثير كمان هدول كثير هلا دارجين. هي مثال، يلا هدول كثير حلوين عم نحطهم بيك يعني اي اصبع انا حطيت هون فينا تمام. وتلاقيهم ناعمين يعني اذا كترتي ما بتحسي حالك انك كثير حاطه شغلات. صح عن جد كثير حلوين، يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك يا رب. يعني حاولنا هيك على السريع نعطيكم فكره عن شو حيكون هيك تقريبا بموضه اكسسوارات الفتره الجاي. بدنا وقت اكثر لحتى نبلش نطبق شيء عملي ونشتغله سوا نحن وياكي. اهلا وسهلا فيكي دلع، شكرا كثير لك. هلا، شكرا كثير. شكرا كثير يا دلع، وبفقرات قادمه رح نتوسع وبدنا منك شيء رجالي كمان. اكيد ان شاء الله شغلات مهمه.